للحديث أكثر عن الفساد الحكومي وفي القلب منه الجيش وتزامن ذلك مع ذكرى سيطرة داعش على الموصل، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ إبراهيم العجيلي. أستاذ إبراهيم، بداية مرحبا بكم. أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني بيانا عن محاولات الكاظمي تسييس الجيش وإعادة تجربة المالكي، ما الشواهد التي دفعتكم لإصدار هذا الحكم؟ يا سيدي الكريم، هو إلى حد ما كل شخصية تجي جديدة للسلطة يحاولون يغيرون الرؤوس القادة، يقربوهم منهم، يعني يخلق بطانة محيطة به حوله. فالسيد المالكي حكم دورتين إلى حد ما ربط الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية في شخصيته هو شخصيا يعني، وحماية إلى محيطة به. هذول الناس اللي اجوا بعده حاولوا نفس المحاولات ومن عندهم الكاظمي. المساعي التي يبذلها الكاظمي يعني الى ما تهدف بالاساس؟ يعني هل السيطره على قرار الجيش ام ان هناك اهدافا اخرى وراءها؟ لا، اكيد هناك اهداف اخرى، وبالتالي الكاظمي هو جزء من اللعبه. الكاظمي اللي اختاره ما اختاره الشعب، اختاروه هم نفسهم المطلوبين للشعب. المظاهرات التي عمت مدن العراق تطالب بتنحية هؤلاء الفاسدين المهيمنين على البرلمان وعلى السلطة، وهم نفسهم هذول هم اللي جابوا الكاظمي. فبالتالي الكاظمي لا يبتعد كثيرا عن خطط هؤلاء الجاثمين في البرلمان وفي السلطة من قبل، هم نفس الستاف، وبالتالي هو أيضا قام بتوزيع المراكز الحساسة على الوزراء بناء على التوزيع الطائفي اللي هو وبموافقة الطائفيين، الكتل الطائفية اللي هي أصلا موجودة. يعني كل ما في الأمر هو استخدم الترضيات لا أكثر ولا أقل. وأنا أعتقد أنه حكومة المالي الكاظمي ستكون أكثر فسادا وستكون أكثر موجعة وأكبر عسرة في طريق الشعب العراقي. نعم، بيانكم عن الجيش أستاذ إبراهيم ومحاولات تسييسه تزامن مع ذكرى سيطرة داعش على الموصل، يعني ربط عمليات تسييس الجيش مع سيطرة داعش، هل من مستفيد ربما من ثمة قوى دولية أو قوى إقليمية مستفيدة ومن مصلحتها طبعا تسييس الجيش؟ بالتأكيد احنا لا ينبغي أن نؤشر على الحروف ونضع النقاط فوق هذه الحروف. نعم. هي لعبة داعش هي لعبة إيرانية أمريكية إسرائيلية. داعش هكذا خلقت، وبدليل أنه داعش عندما دخلوا الموصل 400 مسلح، وبالمقابل هناك ثلاث فرق عسكرية موجودة في الموصل، أصدر رئيس الوزراء السابق السيد نور المالكي أمرا بحل هذه الفرق الثلاثة، وفسح المجال أمام 400 مسلح يحملون رشاشات أن يحتلون الموصل. وبالتالي القصد من عندها يبحثون عن سبب لتدمير الموصل، لتدمير المدن الغربية بدعوى الطائفية. لأنه أنا شفت مناظر أثناء القتال، يعني دبابة تسحق راعي غنم، راعي غنم عمره يمكن 13 سنة، طفل يعني يسحق بالجنزير تبع الدبابة ويقتله يمحي من الوجود. فهذول شي يفكرون، وخطبة ألقاها رئيس الوزراء ذاك الوقت قال معركة الحسين مع يزيد مستمرة، يزيد موجود والحسين موجود بشكل آخر. إذن هي عمليات تحشيد طائفي، تحشيد طائفي وتجريف عنصري. نعم، تجريف طائفي منذ العام يعني 2003 وحتى الآن. يعني غالبا ما نرى من شركاء العملية السياسية من يكشف سوءات هذه العملية وآثارها المأساوية على الشعب العراقي، يعني إياد علاوي مثلا في تصريح له قال إن التهميش والطائفية السياسية والاجتثاث كلها أدت إلى حدوث نكبة الموصل. هنا أستاذ إبراهيم، ما دور العملية السياسية وشركاء العملية السياسية في وصول الموصل إلى هذا
إلى هذه الأمراض لو صح كلام علاوي؟ علاوي هو أصلا كان مغلوب على أمره، هو أجى ضمن تأليفة الاحتلال الأمريكي للعراق. نعم. لكن علاوي يبدو لي فات عن باله أنه الأمريكان لما دخلوا العراق بالاتفاق مع إيران وسلموا العراق على طبق من فضة إلى إيران، هذه يبدو علاوي يعني هاي فايدته ما يعني فاتت عليه، يعني ما عم يدركها إدراك موضوعي، لأن القضية هي بالأساس علاوي حتى لو جاءت بالبرلمان 200 مقعد كرسي إلى قولة 100 تخريجة وينحوه من استلام السلطة. وبعدين علاوي وتعرف أنت علاوي ينتمي من ناحية الاصطفافات الطائفية ينتمي إلى الشيعة، لكن هم يسموه قائمة السنة. يعني التسميات هم بكيفهم، وبالتالي الهدف هو تجريف المناطق الغربية والشمالية. نعم. من لندن الأستاذ إبراهيم العجيلي، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لك.